السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع، رمضان كريم. طبعا اليوم يا اخوان راجعين على نفس المكان اللي صدنا فيه الحية السامة. طبعا الحية السامة هاي صدناها ذكر، وانا بالفيديو اللي اذا شفتوه قلت له في كمان حية هاي، فقال لي شو بعرفك؟ قلت له لأنه ذكر في حال تزاوج، يعني بيّن معي أنه كان في حال تزاوج، ففي كمان حية في المنطقة. دورت ما لقيتهاش، يعني مر تقريبا يومين ثلاث ونفس الجماعة اتصلوا حشرين الحية الثانية اللي هي يقولون هالكده. الجو صيد الحي سامة. هاي جبت عصاي تلف لاد. تعطيلي هذا فرس زي هذا؟ والله يا زلمه انت سلامات. لا عادي هاي بالك النساء؟ لا هاي مش الانثى، انا فكرت الانثى هذا الذهبي بكر. في خرانافي يعني. كيف حالك يا حجه؟ شو اخبارك؟ شو بنا شلبي هاي هاي ما عادي هاي وين مكان موجود يعني. انا والله توقعت تبكى الانثى بس في موجوده. تبكين موجودات بس مبينين. مش هاي بتطل عندك غير بتطل على المخزن من هنا من هنا بديز بكيت تزوجي نوكي او سحر. هذا الضوء في كمان حية. انا متاكد هاي كفه هاي كفه. اعطيني الكفه بدي انا اكيم عنك القراض. عندك صخر هنا طلع كيف بدي شي كيا. انا متاكد في حية بس ابصر وين شايع. ما بكيت الزواج وقعوا من هان شايع. هان في الحياة يعني متاكد.
وين قالوا لي شافها؟ يوسف. يوسف؟ وين بكى؟ ضلت تجي تشرب؟ سريعة اه؟ اه البسة كشفتها؟ اه كشفتها البسة. اليوم دير بالك بالعكس مو بالعكس بس قديم اصلا لك واحد مش خلص خذها لا والله ماني ماخذها لا خذها حظ الله ما بخش تعرف قديش بقى عندي ورحمة ابوي في رمضان شريت 50 ووزعتهم على الموزع حرام عشان ما لا لا والله عندي سنتين انت عايز سيدي خذها صلى على النبي انا وصيت وصيتها توصيت على توصل واحد اذا عجبتك يا عمي خذها وفصل لي ولاد ما بالك علي يا ابن الحلال خليها عندك خلص لا 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 كيف حجة؟ الود منه تقول لك انت في حاجة اكثر مني لا عندي 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 والله قلت خذها على هذا خلص اذا ما خلص اي والله قلت خذها يا عم حلف يمين يا زلمة حلف يمين خلص اسمع سهلة هذا عرفت تفصل واحدة زيها بتسوي ثنتين طبعا اسكليت مسويها مصورة طلع علي مفتوحة مصورة مفتوحة شايف؟ أنا بدل ما يحطوا كبسات براغي أكبر عرفت؟ امسك ليش؟ لأنه مرات على الجنب هيك طلع لما بدك تمسك على الجنب تضرب هيك فهمت؟ شو بدها؟ كبس يعني هذول عصير الصينيات مش يعني خلاص يلا يلا سلام عليكم بسوي ثنتين وبتيجي على راحتك خذها هذه لك ستين وستين خذها لك يلا السلام عليكم رمضان كريم يعني لسه في اخرى زي ما في في يعني خلي في يعني في خليها تضل زي 100% ارفع ارفع لانه طلع يا مستر تشوف ممكن لا لا مجرد. لا 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 انا عارف انه يمكن يمكن بس عايش رنولي على طول انا فاتت ورنيت علي بك التليفون بي ها بيجي فنازير بالليل يعني صح؟ شو بده يطول بس شو بده يطوله من هنا؟ لا نسحبه احنا امبارح طخينا واحد بس ها طخه وبرضه نسحبه بس المشكلة كيف بدك تشوفه يعني؟ بتخبى الخنزير غمرة هاي الغمرة بكرة شوية بس يبلش العطش ببلش بلش يجي عند الرواق رواق رواق في مي في مي كل شيء ولما يفوتين سكر عليهم بس ما هم وين نطلع انا بطلع مش حشر اللي تحت خلص بعد امبارح رحت شو واحد عارف شين هذا اللي هان ما فيش عنده بس سكت ولا غير اسوي كنتين الثاني الستين اصلا بس هاي ابو ناصر انت مسويها انت هاي مسويها احسن من مشكلتك مسويها احسن من امراض بتخدي الواحد مش يعني هالاصليات هذول لا بسويها ابو ناصر قلت له امراض يلا في عندنا سلاك ابراهيم ولا لا؟ سياخ في اجيب لك سياخ في عندي سياخ لحالي تعب من جيب في عندي مدبر لا ما عندي بجيب لك انا بقول لك يا دوب زي هذول زي دوب في عندي خلاص مع العصية يوم ما جبت انا جيني سبير عرفت؟ هذا زنبرك سهل خلاص ابو ناصر معلم اكيد يلا ظبط لنا ثنتين الاولى كمان هيك